الله، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانت بتشوف الفيديو بتاعي، فيديو النهارده ميكس كده، تنظيف تلاجة، الدور على التلاجة النهارده. طبعا الحاجات الأساسية اللي لازم ننضفها قبل العيد، لأن لو جبنا حاجة نشيلها أو كده هتنفعنا، أما لو بقى عاملة تلج كده جميل زي تلاجتي فهتبقى صعبة. فأنا رتبت دي فريزر كده سريعا مع نفسي، ما صورتوش. ودي بقى التلاجة، الدور عليها النهارده. أنا كده فضيتها وهنضف بقى الفريزر. انا غسلتها خلاص من تحت بشويه بريل كده وشويه خل، بس يعني بكتريش البريل، يعني حاجه بسيطه. هنا انا فضيت مكوناتها او الادراج، وحاجات هنا في الارض، الدنيا زحمه زحمه يعني. وهنا على الترابيزه زي ما انتم شايفين الارفف بتاعتها انا غسلتها، بنوتي اللي غسلتها صراحه، حطت الصفه كده بالبانيو. بصوا كان فيها كميه من التلج رهيبه 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 بجد. أسوأ حاجة في الثلاجات النفرست التلج، بشعة بجد، ما انصحش أي حد بيها. زي ما انتم شايفين الثلاجة بقت زي الفل زي الفل، كأنها جديدة. اهي زي ما انتم شايفين الأرفف اتصبنت واتمسحت من جوه كويس جدا بالبريل والخل واتنشفت. الباب بتاع التلاجة كمان انا رصيته، او زي ما انتم شايفين كده كل حاجه فيه بقت مرصوصه وزي الفل. البيض انا كنت بحطه بره التلاجة، بس رجعت احطه جوه التلاجة لان الجو حر ممكن يبوظ بره التلاجة. هنصور تلاجتنا بقى بعد ما خلصناها ورصيناها خلاص ومسحناها كويس جدا. بسم الله، ده الفريزر قصدي، او زي ما شايفين الرصة بقى بتاعت كل واحدة فيكم، وكل واحدة ومستلزماتها. ده كده انا رصاه حسب احتياجاتي، الحاجة القريبة والحاجة البعيدة. مش حاطة فيه غير حاجات بسيطة لاني حاطة حاجات في الديب فريزر. دي كده التلاجة، بسم الله اهي زي ما انتم شايفين رصتها. البرطمانات دي كلها فيها توابل، طبعا حطها جوه عشان الدنيا حر. والموارد والمايونيز وفاكهة زي ما انتم شايفين، جبن، خضار تحت طبعا، طماطم وخيار في الأدراج وبتنجان اهو. وده كده باب التلاجة اهو. طبعا الرف المعتاد بتاع الأدوية غير اللي محطوط طبعا جوه التلاجة، القطرات بقى والحاجات دي بتاعة الأطفال. وهنا بقى حاطه الكاستر وسحلب وجبنه وعلاج برضو وعسل اسمر وخميره والميه والجبنه القديمه اللي روزي حبيبتي جابها لي تحت منوره. دي كده كانت التلاجه بتاعتنا، شايفين جميله ازاي؟ يلا تنشطي، وكل واحده وراها حاجه كده، وراها تنظيف تلاجه تنضفها قبل العيد وقبل ما نجيب مشترياتنا بقى اللي هنخليها كام يوم بتوع العيد عشان ما ننزلش ونتعب. ونشوف مع بعض كده منيو اكلات الاسبوع. نبدا كده ونشوف بقى المنيو بتاعنا اللي عملناه للاسبوع ده. كان يوم السبت معانا باقي كشري مصري وكفته، وكان في حته كبده كده صغيره عملتها جنبه، وبطاطس محمر لان الكفته طبعا ما كانتش كتيره لان دي بقى ايه من اليوم اللي قبليها. اما الحد فعملنا فيه سمك بلطي مشوي وكشري اسكندراني وسلطه خضراء. واللي مش بياكل السمك طبعا زي ما انتوا عارفين كده وحسستوا معايا، عملنا له تونه وبطاطس محمره. نيجي بقى ليوم الاثنين. يوم الاثنين بقى عملنا فيه وليمه المحشي، عملنا فيه محشي كان ورق عنب وكوسه وفلفل وبتنجان، محشي مشكل كده على المزاج خالص، وبابا غنوج وبطاطس محمره. انا كان عندي شوربه بط في الفريزر، فانا عملت معاها او عليها المحشي. ما كانش فيه لا لحمه ولا فراخ، وزهقنا بقى، كان عندنا سمك وكان عندنا كفته وكبده والحاجات دي، فعملته كده وكان لذيذ جدا. وما فيش اي مشكله خالص اننا نعدي يوم كده من غير لحوم ومن غير ما نكلف نفسنا ومن غير دواجن. اما يوم التلات فكان عندي بقى باقي المحشي، واللي معجبوش بقى باقي المحشي عملنا له فيه سمكية نيس كده حلوه كبيره شويه مقليه. وكان عندي برضو كشري اسكندراني في الفريزر، فانا طلعته وسخنته كده وقضيت الدنيا لان حرام طبعا نرميه. وبطاطس محمره وبابا غنوج. اما الاربع عملنا فيه بقى شاورما فراخ ورز بالكركم. انا كنت عامله الشاورما دي على قناتي، والرز برضو عاملاه، وتوميه عملنا جنبيها توميه كانت لذيذه جدا جدا، وبطاطس محمره. نيجي بقى اليوم الخميس، كان عندي طبعا باقي من الشاورما والتومية والرز اللي بالكركم. وطبعا اللي معجبوش برضو انه ياكل من نفس الاكل جاب لنا سمك دينيس وشوينا له منه هنا في البيت، كان لذيذ جدا. انا شويته بالزيت كان تحفة صراحة. انا جربت اشوي قبل كده بالردة، بس انا دورت ما لقيتش عندي ردة،
فعملنا بقى بالزيت وكان تحفة جدا جدا. اما الجمعة عملت فيه كباب حلة، انا منزلاه برضو على قناتي، وحلو جدا ولذيذ جدا جدا. وعملنا جنبه رز بالشعريه ومخلل. المخلل ده اساسي طبعا جنب اي اكله من الاكلات الجميله دي. انا طبعا عامله مخلل بتنجان، بس لسه هنزله لكم ان شاء الله في القناه. ومخلله برضو خيار كنت عاملاه معاكم، والليمون، كل ده انا شايلاه في الثلاجه. بنطلع منه ايه تشكيله كده جنب الاكلات، بيبقى جميل ولذيذ وانضف بكتير من المخللات بتاعت بره. ده كان كده استعراض للمنيو بتاعنا، وكان الفيديو بتاعي النهارده كان ميكس كده بين تنظيف بسيط للتلاجة، روتين تنظيف بسيط للتلاجة. ان شاء الله يعجبكم، والمنيو بتاعنا الاسبوعي. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.